هذه المواضيع عبر سكايب مع الصحفي والكاتب السياسي إبراهيم ريحان. صباح الخير أستاذ إبراهيم. صباح النور. يعني بالعودة لخلية التجسس اللي كنا عم نقرأ عنها، حضرتك كان عندك معلومات خاصة عن هالموضوع من نهار السبت وكتبت على تويتر، بس ما عطيتنا تفاصيل، يعني إذا فيك تختصر لنا هالعملية الأمنية. هلا المعلومه الاوليه ذكرتها انا على حسابي على تويتر نهار السبت الماضي، بتشير لسقوط اكبر شبكه تجسس للعدو الاسرائيلي خلال السنوات الاخيره، وهي ضربه قويه وجهتها شعبه المعلومات للموساد يلي عم بيستغل الوضع الاقتصادي والمالي بالبلد لتجنيد اكبر عدد ممكن من العملاء. يعني الموقوفين عدد كبير منهم كان موقوفين سابقا وخضعوا للمحاكمات، كان موقفين متهم العمالة، ورجع بعد خروجهم من السجن عاودوا العمل لمصلحة العدو الإسرائيلي. بالمرحلة الأولى كان الموساد عم بيوعدهم بمبالغ طائلة من الأموال، وبعد ما تم تجنيدهم صار يحولهم مبالغ لا تتجاوز ال 200 و 300 دولار مقابل المعلومات اللي عم بيسلموها للموساد. ويسجل هذا الانجاز لشعبه المعلومات في ظل الوضع الامني والحساس يعني والاقتصادي المرفي البلد، خصوصا انه هيدا الوضع هو ارضيه خصبه للاجهزه الخارجيه لتعمل على تجنيد العملاء. فاظهر فرع الشعب اظهرت شعبه المعلومات قدره استثنائيه على رصد هيك تحركات، واوقفت عدد الشبكه اللي بيوصل افرادها، هي بالاحرى شبكات منفصله ما لنا شبكه واحده، بيوصل عدد افرادها لل 20. كان في بعضها بيحاول يحضر لعمل امني لم تعرف طبيعته بعد، ومرشح خلال الايام المقبله انه يبين بعض المعلومات اكثر واكثر، ويبين مدى الخرق يلي تعرض له الموساد من قبل شعبه المعلومات يلي قدرت اوقعت افراد الشبكات. نعم، بالانتقال إلى الرد اللبناني على الورقة الخليجية، المشكلة الأساسية بين لبنان والخليج هو سلاح حزب الله، سلوك حزب الله وتدخله طبعا بحروب الخارج. بالرد اللبناني ما كان في أي تطرق حول بند سلاح حزب الله، ألا يحكم هيدا بالفشل يعني قبل بداية يعني الرد من قبل الخليج أو دراسة الرد اللبناني؟ اولا شكل الرد اللبناني انه جاء من خارج مجلس الوزراء على الورقه الخليجيه عمل مشكله كمان اضافيه لدى دول الخليج، على اعتبار انه لبنان عاجز حتى ان يطرح مساله الورقه او الشروط العشره على طاوله مجلس الوزراء. الرد الاولي الخليجي خرج على لسان نائب رئيس مجلس الشورى السعودي مشعل السلمي، اللي اعتبر انه الرد مخيب للامان وقد فسر الماء بالماء. يعني هذا المؤشر الاول. المؤشر الثاني وعوده وزير الخارجيه من الكويت دون اي لقاء وازن مع نظرائه الخليجيين، الا لقاء مع وزير الخارجيه الكويتي اللي تم بحكم البروتوكول اللي هو الدوري المضيفي لا اكثر ولا اقل، وما قيل عن اجواء ايجابيه منه كثير دقيق. الكويت شكرت لبنان بطبيعة الحال على رده على الرسالة الخليجية، يعني ردت بس على أداء المهام ما ردت على محتوى الرد يلي بيعتبر أنه في تطبيق 1559 يهدد السلم الأهلي، لما ربطوها بعبارة بما يضمن السلم الأهلي. هذه العبارة ما لقت استحسان لدى دول الخليج. لحد الآن الأجواء لا تزال كما هي، ما في أي جديد بموضوع التعاطي الخليجي مع لبنان، وكل ما قيل عن عودة قريبة للسفراء الخليجيين إلى بيروت هو يعني غير دقيق بعد استطلاع الآراء يعني بالخارج، غير دقيق هذا الكلام. وموضوع السلاح، الخليج ما عم بيطالب بنزع السلاح، عم بيطالب بيعرف أن هذا المطلب ما بتقدر الدولة كدولة أن تقوم فيه، عم بيطالب ب يعني لو استراتيجيه دفاعيه وخروج الحزب من حروب من اليمن وسوريا على وجه التحديد قبل الخوض باي مساله ثانيه، يعني ما عم يطلب امور تعجيزيه ولا عم يطلب حرب اهليه كما يروج. طيب، في الرد اللبناني بين قوسين. نعم استاذ ابراهيم، انت عم بتقول انه الجو منه ايجابي مثل ما عم ينقال، طب هل رح يكون في تصعيد خليجي اكثر بعد هالرد؟ اولا الرد اللبناني بعده قيد الدراسه بدوائر دول مجلس التعاون الخليجي، ما خرج اي رد مباشر عليه لسبب واحد، انه الاجتماع الوزاري اللي كان منعقد بالكويت هو اجتماع دوري وليس على جدول اعماله بحث
بحث الملف اللبناني او الورقه الخليجيه اللي هي صادره عن دول مجلس التعاون الخليجي وليس عن جامعة الدول العربيه. فبالمرحله الاولى للدول الخليجيه تستطلع على الورقه وكيفيه الرد عليها وكيفيه التعاطي معها، لانه المملكه العربيه السعوديه بالدرجه الاولى ترفض العرض اللبناني يلي بيقول انه نشكل لجان مشتركه، تشكيل لجان مشتركه بين السعوديه بين الخليج ولبنان لوضع اليات لتنفيذ ما تطرحه الورقه الخليجيه من شروط. هذا المطلب اللبناني او العرض اللبناني تلاقى رفضا خليجيا بالدرجه الاولى والسعودي تحديدا، وبناء عليه سيتم التعامل مع لبنان. هلا منه واضح هل ستاخذ منحة صعيدي اكثر من اللي هو عليها او سيكتفي الخليج بمقاطعه لبنان كما هو الحال في الوقت الحالي، بس يرجح ان يكون في امور تصعيديه في وقت لاحق. نعم، الصحفي والكاتب السياسي ابراهيم ريحان، شكرا جزيلا لك.